السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة جايبين معانا موضوع مهم جدا، ألا وهو أعمال المرمات في المسجد. النهاردة إن شاء الله أنا كنت جايب بتاع رخام علشان يبدأ يعمل لي باب المسجد، المدخل بتاعه زي ما حضراتكم شايفينه من بره رخام. فأول ما جاء رفع المقاسات وجوت عشان يظبط الشغل، بص على المطرح الطوب السرناج اللي راكب إن هو مطبل مطرح ما احنا كنا مكسرين من جنبه، فبالتالي احنا كنا المفروض ان هو هيخربش لي الحجر دوت، وبعد ما يخربشه يبدا يركب عليه شغل الرخام. فبالتالي الكلام ده مش هينفع. ايه اللي هيحصل معانا دلوقتي؟ هنضطر ان احنا نكسر كل حجر السرناج اللي موجود ونبدا نشتغل عليه شغل من جديد. فبالتالي شغل المرمات عاده بيكلف ليه؟ لان بيبقى شغل المرمات مربوط بالشغل بتاعنا. تمام، هنبدا دلوقتي نشوفه التكسير. زي ما حضراتكم شايفين باب المسجد، ومعانا عامل بدا يكسر الطوب السرناجه. بالتالي عايزين نعرف ايه اللي ورا الطوب السرناجه، وايه الشغل اللي كان معمول. هل شبك وسلك مودد وحديد، ولا عباره عن خرسانه كامله متكامله؟ بس بالتالي عندي العمودين الدوران اللي بره شكلهم صغيرين، ما يشيلوش الكتلة الكبيرة اللي فوق. طبعا مع بداية التكسير بتاعنا في الكتلة اللي فوق، واضح قدامكم في الفيديو وفي التصوير اللي احنا مصورينه ان في كتلة خرسانة فوق واللي تحتيها مباني. بالتالي كنا شاكين في حاجة وطلعت صح، ان العمودين الدوران دولت عمودين دوران خرسانة معمولين في مواسير، وشايلين فوقيهم قعد حوالي 40 في 40 طالع فوقيها كاميرا عدله، هي اللي شايله الكاميرا اللي احنا شايفينها فوق خالص. تمام، زي ما حضراتكم شايفين الناس اللي بتكسر معانا في قراميط قديمه فوق البرنيطه، فبيكسرها معاه وهو بيكسر الطوب السرناجه. طبعا لازم يكون حريص ويخلي باله وهو شغال. طبعا اللي في ايده ديت عتله، العتله ديت بيعمل بيها ايه؟ بيخلع بيها الطوب السرناجة، وهو بيكسر بيخلع بيها الطوب السرناجة زي ما حضراتكم شايفين معانا في الفيديو، العتلة بيخلع بيها الطوب السرناجة. بس طبعا وهو واقف يخلي باله من نفسه، علشان لا قدر الله لو في حاجة تقيلة وقعت منه على اللوح اللي هو واقف عليه في السقالة، لا قدر الله ممكن يتقطم ويقع بيه. فلازم لما يجي ينزل الكتل الكبيرة ياخد باله منها وينزلها بالراحة واحدة واحدة على ايده. برضو ممكن يشتغل بالهيلتي وممكن يشتغل بالمطرقة والازمير، زي ما نشوف دلوقتي في حتة هتقع وقع حتة كبيرة، ولكن هو واخد باله منها ان هو بينزلها واحدة واحدة، بيكسر بالمطرقة والازمير وبيحاول ان هو ينزل بالعتلة الكتل اللي بتطلع، لان الطوب السرناجة زي ما حضراتكم شايفين واخد وراه حوالي 5 سنتي مونة. فبالتالي بيبقى سهل جدا التوقيع بتاعه، اهو زي ما حضراتكم شايفين بتنزل معايا كتل 20 في متر 50 في متر زي ما بتنزل معانا. فبالتالي هنكمل التكسير ان شاء الله لحد ما نخلص خالص. طبعا مش هينفع نسيب الشارع مليان ردم بالمنظر اللي احنا سايبينه، مراعاة للجيران ومراعاة ان انت يبقى شغلك كويس. هنجيب عربية في اخر اليوم تشيل لنا الردم بتاعنا كله. زي ما حضراتكم شايفين كملنا الجزء اللي حضراتكم شفتوه، وادي واضح جدا ان هو معمول طوب فوق السقفيه اللي هي تحت، اللي هي في حدود متر في 50، معموله خرسانه جايه في النص راس مثلث جايه فوق خالص زي ما حضراتكم شايفين الكاميرا بتاعه الخرسانه. فبالتالي هنكمل تكسير لحد النهايه، وكده لما نيجي نركب الرخام يركب الرخام معانا عادي خالص على الشغل الغشيم اللي هو بتاع المباني وبتاع الخرسانه. بلاش نركب الشغل الجديد على شغل قديم يبقى كله مطبل وكله بايظ. وزي برضو ما حضراتكم شايفين الواجهه، ان شاء الله هنتابع التكسير بتاعها وهنتابع الاعمال اللي بنعملوها في الواجهه، وان شاء الله نتابع معاكم ونجيب لكم كل جديد. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، ما تنسوش لو في حد استفاد معلومه يسيب لنا برضو ملاحظاته في الكومنتات. وجزاكم الله كل خير، ونتابع مع بعضينا ان شاء الله. ده كان اخر اليوم وشلنا الردم.